ويقول: وما حكم الوصف في الدعاء مثل ما يفعله بعض الأئمة عند ذكر الموت فيذكر صفة الموت وصفة القبر ونحو ذلك؟ إيش؟ ما يفعله بعض الأئمة عند الدعاء في القنوت عند فيصفون الموتى ويصفون القبر وهم في دعاء القنوت. هذه تفاصيل لا داعي لها وتشق على الناس، تشق على الناس، والناس يعرفون الموت ويعرفون القبر، لكن حثهم على العمل الصالح والاستعداد للموت والقبر. أما أنك تقول القبر كذا والموت كذا، هم يعرفون هذا، ما يحتاج. نعم.